وحول نتائج القمة العربية الطارئة ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الإعلامي والمحلل السياسي الإماراتي عبد الله المطوع. مساء الخير أستاذ عبد الله، بداية ما هي قراءتك لأبرز ما جاء في القمة العربية الطارئة؟ حقيقة بداية أرحب بك وبمشاهدين قناتكم الموقرة في هذه الليلة المباركة من 27 من رمضان من الأراضي المقدسة مكة المكرمة. حقيقة لأول مرة في التاريخ تستضيف مكة ثلاث قمم في وقت واحد، وهذه القمم التي كانت منها قمة قيادية لمنظمة التعاون الإسلامي للدورة 14، ومن ثم كانت هناك قمتين طارئتين عقدت بالأمس العربية والخليجية. الواضح جدا أن هذه القمم التي انتهت بالأمس والتي الثالثة التي ستنتهي اليوم وستكون جميعهم عنوانهم بارز، وهي قضية التدخلات الخارجية في المنطقة العربية والخليجية. وأيضا كان واضحا من خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أن قضية القدس هي القضية الأولى والمحور الاهتمام لدى منظمة التعاون الإسلامي، والتي سيركز عليها رؤساء الدول الإسلامية في اجتماعهم الذي سيعقد بعد ساعات هنا في مكة. أما بالأمس حقيقة كان واضحا خطاب الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جميعهم كانوا ينددون بصوت واحد التدخلات الإيرانية عبر ميليشياتها التي تحركها منذ زمن بعيد في المنطقة. يعني شهر رمضان الكريم المبارك شهد أمام المجتمع الدولي تدخلين سافلين للميليشيات التي تدعمها إيران، أحدهما كان في المملكة العربية السعودية والآخر في دولة الإمارات العربية المتحدة في المياه الإقليمية. حقيقة يرى القائمون والمتابعين أن آن الأوان للدول العربية لتعمل على تحويل هذا التدخل السافل من الميليشيات الإرهابية التي تعمل على نقض أي حل سياسي إلى عودة المجتمع العربي وإصلاح الخلل وترميم بنائه وإلى المسار السياسي الصحيح. اليوم آن الأوان لوقف هذه التدخلات، ويعني المملكة العربية السعودية يعني تبذل جهدا مباركا من خلال قيادة الملك سلمان في تحديد هذا الإصلاح السياسي والعودة إلى المسار السياسي الصحيح في المنطقة. وتأكد من خلال هذه القمم التي عقدت بالأمس والتي تعقد القمة الثالثة اليوم يعني توجيه الاتهام الحقيقي لإيران وميليشياتها التي يعني لديها القرار في التدخلات السافلة عبر ميليشياتها في المنطقة. ربما كان حاضرا التحالف العربي عندما وصل كل زعيم عربي وإسلامي وخليجي وضع أمام دقيقة مختصرة. صحيح أن هذا ما أجمل ما رأيته عند يعني متابعتي لأحداث هذه القمم، بأن يكون هناك دليل واقعي ومعنوي أمام كل زعيم. من أراد الوحدة الإسلامية والعربية فليقف صفا واحدا تجاه هذا العدو الذي يعني يعمل على يعني زعزعة الأمن والاستقرار، وأن يؤكد على إدانة هذا العدو الذي أراد بالمنطقة الشر والإرهاب وزرع هذه لا شك أستاذ عبد الله، الشواهد والأدلة كثيرة وواضحة بما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. من مكة المكرمة الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.